السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد من قناة هاند ميد ويز لاف. النهاردة معانا نشتغل إن شاء الله النهاردة غرزة جديدة. ده شكل الغرزة. الغرزة دي اسمها عش الطير. الغرزة دي ميزتها إن هي سهلة جدا جدا وسريعة جدا جدا، ما بتاخدش يعني وقت معاكي وبتنجز في الشغل، ومناسبة تقريبا لكل المشاريع اللي عايزة تعملي كوفية أو طاقية أو ملابس أو حتى للأطفال. أنا اشتغلت عينة كبيرة علشان أوريكو شكلها في البداية، هقربها معاكم برضو عشان تشوفوا الشكل. ده شكلها، الغرزة مفرغة، ده شكلها. ودلوقتي على طول تعال نروح نشوف هنبدأ نشتغل ازاي. اول حاجة عندي الخيط اللي هستخدمه النهاردة خيط هيمالايا افري داي، وهستخدم معاه ابرة مقاس رقم 3.5. عندي هنا النقشة بتتكون من مضاعفات الرقم 8، وانا هشتغل نقشتين يبقى 8 و8 16، وهضيف غرزتين للحفة، دول اختياري. يبقى انا عندي عينة النهاردة 18 غرزة. اول حاجة السطر الاول، عندي اول غرزة غرزة حفة وصلتها من غير شغل، واحنا كده بنبدأ. السطر الاول ده وش الشغل، هنشتغله بالغرزة العدلة. وغرزة الحفة في نهاية السطر بشتغلها غرزة عدلة. السطر التاني ظهر الشغل، أول حاجة عندي أول غرزة غرزة حفة بسلتها من غير شغل، بعد كده في كل غرزة من الغرز اللي جاية هشتغل غرزتين مقلوب. تعالوا نشوف ازاي. عندي هدخل في الغرزة بالشكل ده والف، بدل لفة واحدة ألف لفتين زي ما انتم شايفين كده، واخرج من الغرزة وكمل باقي الغرز بنفس الشكل برضو. بدخل في الغرزة اللي بعدها ولف لفتين، يبقى كده انا خرجت من الغرزة الواحدة غرزتين مقلوب، وبكمل بنفس الشكل لفتين اهو، واخرج من الغرزة بنفس الطريقة لحد الاخر. اهو لفة التانية واخرج، وفي النهاية عندي آخر غرزة غرزة الحفة بشتغلها غرزة عدلة. السطر الثالث، أول غرزة غرزة حفة بسلتها من غير شغل، ورجع الخيط لورا. بعد كده عندي هبدأ إن أنا أوسع الغرز دي، هنقل 4 غرز على الإبرة اليمين بالشكل ده، شايفين أهو دول اللفتين. هدخل كده أهو، دي كده أنا وسعت أول واحدة، هدخل تاني واحدة، تالت واحدة، رابع واحدة. ال4 غرز دول هنشتغلهم ضفيرة خلفية. طيب يعني ايه ضفيرة خلفية؟ يعني انا عندي كده ال4 غرز على الابرة اليمين، شايفين اول غرزتين هاخدهم بالابرة الشمال خلف الشغل كده بالشكل ده، يعني ضفيرة خلفية. انا عندي 4 غرز نقلتهم على الابرة اليمين، باخد اول غرزتين للخلف وخرج الابرة اليمين، واخد الغرزة الثالثة والرابعة للأمام بالشكل ده، ورجع الغرزتين على الإبرة الشمال واشتغلهم 4 عدل.
بعد كده هشتغل ضفيرة أمامية بإن أنا هوسع 4 غرز زي ما شفنا بالشكل ده كده، 1 2 3 4. يبقى أنا لما بفك اللفتين الغرز بتوسع بالشكل ده. طيب احنا قلنا هنشتغل ضفيرة أمامية، يعني ايه؟ يعني أول وتاني غرزة هاخدهم على الإبرة الشمال كده للأمام، والغرزة التالتة والرابعة هيكونوا للخلف، وارجع الغرزتين دول على الإبرة الشمال عشان اشتغل ال4 غرز 4 عدل. هنكرر تاني 8 غرز مع بعض عشان ما يكونش فيها اي لخبطة. بوسع 4 غرز اهو بالشكل ده، واشتغل ضفيرة خلفية، يعني هاخد اول وتاني غرزة على الابرة الشمال للخلف، وتالت ورابع غرزة هيكونوا للأمام، وانقل الغرزتين دول على الإبرة الشمال واشتغلهم 4 عدل. بعد كده هشتغل ضفيرة أمامية بإن أنا هوسع 4 غرز اهو، 1 2 3 4. طيب ضفيرة أمامية يعني ايه؟ يعني باخد أول وتاني غرزة للأمام كده بالإبرة الشمال، وتالت ورابع غرزة باخدهم للخلف، ورجع الغرزتين دول على الإبرة الشمال عشان أشتغل دول 4 غرز عدل. وعندي غرزة الحفة بشتغلها غرزة عدلة. السطر الرابع أول غرزة غرزة حفة بسلتها من غير شغل، وبكمل بالغرزة المقلوبة. وعندي غرزة الحفة بشتغلها غرزة عدلة. السطر الخامس أول غرزة غرزة حفة، ورجع الخيط لورا واشتغل بالغرز العدلة. وغرزة الحفة عندي في النهاية بشتغلها غرزة عدلة. السطر السادس عندي أول غرزة غرزة حفة بسلتها من غير شغل، بعد كده في كل غرزة هشتغل غرزتين مقلوب، يعني هدخل في الغرزة دي ولف لفتين كده واخرج، وكرر اشتغل بنفس الطريقة السطر كله، بدخل لف لفتين واخرج، يبقى كده 2 مقلوب في غرزة. مكمل بنفس الطريقة. وعندي غرزة الحفة في النهاية هشتغلها غرزة عدلة. السطر السابع أول غرزة غرزة حفة بسلتها من غير شغل، وارجع الخيط لورا، بعد كده هوسع 4 غرز، 1 2 3 4، علشان اشتغلهم ضفيرة أمامية، بمعنى ان انا هاخد أول وتاني غرزة للأمام كده على الإبرة الشمال، وتالت ورابع غرزة هاخدهم للخلف ورجعهم تاني على الإبرة الشمال واشتغلهم 4 عدل.
بعد كده هوسع 4 غرز، 1 2 3 4، واشتغلها ضفيرة خلفية ان انا هاخد اول وتاني غرزة على الابرة الشمال، وتالت ورابع غرزة. انا خدت اول وتاني غرزة للخلف وتالت ورابع غرزة للامام، وارجع الغرزتين على الابرة الشمال علشان اشتغلهم 4 عدل. سهلة جدا جدا، محتاجة بس ان انتي تجربيها، يعني ما تحسيش ان هي صعبة، لا بالعكس سهلة جدا. عندي هنكرر بقى تاني، هوسع 4 غرز واشتغلهم ضفيرة امامية، ان انا هاخد اول غرزتين للامام والغرزة التالتة والرابعة للخلف، وارجع الغرزتين دول على الابرة الشمال واشتغلهم 4 عدد. بعد كده هشتغل ان انا هوسع 4 غرز برضو، واشتغلها ضفيرة خلفية، ان انا هاخد اول وتاني غرزة للخلف على الابرة الشمال، وتالت ورابع غرزة للامام، وارجع الغرزتين دول على الابرة الشمال واشتغلهم 4 عدل. وعندي غرزة الحفة هشتغلها غرزة عدلة. السطر الثامن هشتغل غرزة حفة، وهكمل السطر بالغرز المقلوبة. وغرزة الحافة هشتغلها غرزة عدلة. وبكده بعد كده بقى بتكرري تاني 8 سطور زي ما احنا اشتغلناهم. ده الشكل طبعا، دي عينة صغيرة، انا هشتغل عينة اكبر علشان الشكل يكون اوضح ليكم، وارجع لكم على طول علشان تشوفوا النتيجة هتكون عاملة ازاي. ودلوقتي رجعت لكم بعد ما اشتغلت عينة اكبر زي ما انتم شايفين علشان الشكل يكون اوضح ليكم. ده شكلها. في نهاية الفيديو بتمنى يا رب يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وشير للفيديو، سبسكرايب او اشتراك في القناة، وطبعا اتشرف بتعليقاتكم، وبشكركم جدا على كل التعليقات بصراحة، يعني اللي حبت الشغل اللي احنا بنقدمه، يا رب دايما اكون عند حسن ظنكم. وفي النهاية بشكركم جدا جدا.